حضرتك كانت والدتي كانت شغاله مهندسه قبل كده، وبعدين طلعت معاش مبكر، وبعدين في الدوله كانت، فهي كانت بتقول ان في شغلهم يعني بيروحوا كتير، ما بيروحوش، ممكن الشغل يروح يمضوا، فكان عندها تشكك في الفلوس اللي هي كانت بتقبضها والمعاش. فهي كان عندها معاشين، معاش اللي بتقبضه من الشغل ومعاش النقابه نفسها، نقابه المهندسين، فكانت متشككه في ده ومتشككه في ده، ونقابه المهندسين كانت متشككه فيه، لانها بتقول ما احنا كنا بندفع اشتراك النقابه نفسه من المرتب اللي كان بيجي لنا، فهي حاليا سايبه الفلوس في البنك ومش راضيه تاخد منها حاجه. فالسؤال، هل المعاش ملوش دخل بالوظيفه نفسها او اي تقصير كان في الوظيفه؟ وهل ليها ان هي تتصرف فيهم بالمنفعه ليها، او يعني مثلا في دين على العيله كلها، فدي ممكن تكون منفعه مشتركه اللي هي انها تسد الدين، لان هم مش عارفين يسدوا الدين. اسمح لي بس، اسمح لي، اسمح لي بس شيء. هل امك الله يحفظها، هل امك كان يعهد اليها باعمال وهي تتكاسل، او لا يعهد اليها باعمال؟ لا، هي بتقول ما كانوا مش بيروحوا. يعني اسمع كلامي يا أخي، اسألها سؤال الآتي ذكره. هل أنت يا مهندسة، هل كانوا يعهدون إليك بأعمال وأنت تهربي منها؟ لا أم لا، اصبر يا أخي الكريم. لا يا أخي اسمع، ما كانوش بيعهدوا إليها بأعمال، هي كان اللي بيحصل. اسكت بس اسمع الكلام. ما بتروحش الشغل أو بيروح، والرجالة هم كانوا بيحاولوا يقنعوا الستات ساعتها إن هم لا اقعدوا يا حبيبي. اسكت بس، اسكت اسكت شوية، اسمع اسمع، أنت متكلم، أنت اسمع اسمع. انت اسألها يا أمه، هل كانوا يعهدون اليك باعمال الاداره وانت تتخلفين عن الاعمال، ام لم يكونوا يعهدوا اليك باعمال وانت تذهبي وترجعي بدون عمل؟ في الحاله الاخيره اذا لم يكونوا يعهدوا اليها باعمال فراتبها حلال، راتبها حلال وتاخذه ولا داعي للوسوسه، ومرتب النقابة حلال من ثم، فدعها من الوسوسة الله يحفظك، وأنت لا تكن كثير الكلام، اسمع أكثر مما تتكلم. فالمال الآن من حقها، المال الآن من حقها، ومعاش النقابة أيضا من حقها، إلا إذا كانت هي تهرب من العمل أو تتخلف عن العمل أو تأخذ رشوة أو غير ذلك، حينئذ لنا موقف آخر معها. فهمت الكلام؟ تمام. طب هل ينفع اسال حضرتك بس لو بفرض ان هي قالت لا، كانوا مثلا في شغل بس هما ما بيشتغلوش، هي ما كانتش بتاخد رشوة ابدا ولا حاجه من دي، بس بفرض ان هو كان في شغل وما كانوش بيشتغلوش، ومن الذي يشتغل؟ من الذي كان يشتغل؟ افترض هي كانت بتقول للرجاله بيقنعوا المهندسين. اصبر يا اخي لوجه الله الكريم، تصبر، اصبر يا اخي. هب ان في شغل هي كلفت به وزميل لها في العمل، انت اسمك ايه؟ ما اسمك؟ محمد. قال لا يا ام محمد، خليك انت يا محمد، انا اقوم بهذا الشغل، فلا باس ايضا، بطيب نفس لا باس.